رفض أم ضوء أخضر؟ بين هاتين تتأرجح صفقة طائرات F-16 التي تنتظر تركيا موافقة أمريكية عليها بعدما طلبتها من واشنطن في أكتوبر 2021. 40 مقاتلة أمريكية من شركة لوكهيد مارتن وما يقرب من 80 مجموعة تحديث لطائراتها الحربية الحالية تريدها أنقرة من واشنطن. وعلى إثرها أخطرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس بأنها تعد لصفقة محتملة لبيع الطائرات المقاتلة، لكن هذا الطلب لاقى اعتراضا على الفور من جانب كبار النواب الذين ربطوا الصفقة بموافقة أنقرة على انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو، وعلى رأسهم الرئيس الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور بوب ميندز، الذي اعتبر أن الرئيس أردوغان يتجاهل حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية وينخرط في سلوك مزعج ومزعزع للاستقرار في تركيا ودول مجاورة من أعضاء حلف الأطلسي، كما ربط موافقته على الصفقة بوقف التهديدات التركية والبدء في التصرف كحليف موثوق به، فيما أشارت مصادر أمريكية إلى أن إدارة بايدن ما زالت تتواصل مع الكونغرس بشكل غير رسمي منذ شهور لنيل موافقة النواب، لكنها لم تتمكن حتى الآن من الحصول على الضوء الأخضر. تطورات التقارب التركي مع نظام دمشق يؤثر هو الآخر على مصير الصفقة رغم المعارضة الأمريكية، وكذلك تلويح تركيا بعمل عسكري ضد حلفاء واشنطن الأكراد في سوريا. وكل الاحتمالات تبقى مفتوحة ومربوطة بانتظار زيارة وزير الخارجية التركي لواشنطن بعد أيام.